وهذا الرخاء هو اللي كيخليكم في كثير من الاحيان في عوض ما تشريو حاجه كتشريو جوج، عوض ما تشريو جوج كتشريو اربعه. ملي كتلقاو في بعض المراكز التجاريه الكبيره السوبر مارشي لي غونز اسباس كتلقاو نعم سيدي انه الا شريتي وحده تاخذ جوج، الا شريتي جوج معاهم الثالثه فابور. هذه راها كانت كدير 500 درهم، اليوم رحنا عارضينها ب 320 درهم. أولا هانت الا شريتي وحده غتاخذها بخمسة دراهم، ولكن الا خديتي ثلاثه في بعض الاحيان ما كتفهمش ما كتحسبش، كتلقى مقيومين عليك ثلاثه اكثر ما لخديتهم مفصلين وحده بوحده. الا خديتي ثلاثه نعم سيدي غتاخذهم ب 16.90، وانت الا حسبتي راه وحده كدير 5.10، اذا الا حسبتيهم كلهم غتلقى 15.30، كتولي في اكثر منها. علاش؟ لان كيلعب هذاك اللي كيعمل التخفيض، لان راه كاين اللجنه كاين الناس كتشتغل على الحاله النفسيه ديالك على طريقتك في التسوق كمتسوق مغربي، كاين دراسات كتعمل عليك من حيث لا تدري، لان حنا فعقلنا انه دائما الا شرينا داك الشيء مجموع راه غيتقام علينا رخا ارخص، حيت حنا دائما كنقلبوا على الرخا. فكيلعبوا لينا هاد الناس بداك الشيء اللي كاين في عقلنا وكيخليونا نقتنعوا اننا درنا الهمزه درنا لافير، وحنا راه ما درنا حتى شي افير، راه حنا اللي ولينا افير. فحضيو راسكم مستمعي الكرام لما تكونوا كتسوقوا في هاد المراكز الكبرى في هاد لي مول اللي كتنتشر في البلاد ديالنا وتلقاو شي حاجه رخيصه ولا كيوهموكم انها رخيصه، دخلوا في التفاصيل ديال التفاصيل ودقوا، من حقكم انتم زبناء والفلوس باقين في جيبكم. الا خرجوا من جيبكم ودخلوا لاكاس ما بقاوش ديالكم وما بقى عندك ما دير، وخا ترجع وتحتج اقصى ما كاين انك غتبدل البضاعه، اما الفلوس مشاو ليك. غتبدل البضاعه بوحده اخرى انت في الاصل ما كنتيش باغيها ولكن انت باغي تشريها، وهكذا كتكون كتقدم تنازلات لانك طمعتي في الرخاء.